تجربة. القصيدة اللي تكتبه داخل القرية يجي لها طعم. توافقني الرأي؟ اي جدا. تحفظ شيء من اللي كتبته داخل القرية؟ احفظ شيء كتبت واحد في القرية ولا دشنت هلا بعد خروجي من القرية. اهم شيء انك كتبته في القرية. اي بالله. حافظه؟ يحافظه. اسلم. هذا عامل شله ابو مبارك محمد علي عبيان. السلام. هذا كتبته يمكن قبل خروجي، كاني مورى اني بظهر. يقول اتصدد واتنهد كل يوم، اتصدد واتنهد كل يوم، لا لفاني طاري اني ابحث خفاي، المشاعر طاغيه وانا كتوم، وتعزز عند ربعي واخوياي، مره طايح وكم مره اقوم، عازلا عمري اللي جاني بلاي، والله ان القلب ما هو بمحروم، ما اخذ قلبي ولا هي في ذراي، فاتنة تاسم على قلبي وسوم، محرمتي من غداي ومن عشاي، تتصل وتقول آمر ومخدوم، يا حبيبي يا رفيقي يا مناي، وبعدها غيبت ما بين النجوم، نجمة حولي نجمة من وراي، نجمة فيها العوايد والسلوم، ساطع فوق النجوم وفي سماي، واسمعوني يا من قلت العلوم، الفراق شد من طعن اصدقاء. فيصل مدعت من الشعار اللي احبهم، اول شيء قبل انه يكون شاعر صديق و راسه طيب، ولا عليكم زوج جميع، يعلم الله انك مثلت ربعك ونفسك وشيبانك في البرنامج وبرا البرنامج، خير تمثيل. جعل عمرك يسلم. اي والله. الله يجعلنا وراء الحقوه. الامر الثاني قبل لا نرجع للشيله الحزينه عند محمد، فيحان، وش عندك يا فيحان؟ هذه طويله العمر السلامه.